إن لقاءكم هذا له جلالة كبيرة في اللحظة الراهنة التي تعيشها مدينتنا تعز، التي تعز علينا جميعا، وقد أخذت هذه الأهمية من خلال أهمية المكان والزمان. المكان تعز التي دوما هي الرائدة في السلم والحرب والتنمية والاقتصاد وفي بناء الدولة، والزمان هو الفعل المتحرك نحو بناء الدولة بكل أركانها ومقاومة الانقلاب بشتى الوسائل، وهذا اللقاء هو أحدها. إن قطاع المنشآت الصغيرة والأصغر وأن كنا جزء من ذلك له أهمية بالغة في السياسات والاستراتيجيات التنموية، وكذلك من خلال مساهمته الفاعلة في الاقتصاد القومي وقدرته على إيجاد فرص عمل. رايك طاولة، رايك طاولة، الخياطة، الأشغال اليدوية، البخور، المنتجات. احنا نحضر هذا المعرض اللي هو بمناسبة تدشين اللقاء التشاور للمنتجات، وما شاهدناه حقيقة انه يعطي مؤشر ممتاز لقدرة المرأة في تعز على اقتحام سوق العمل. من قبل المرأة سوف يساعد على مسألة التنمية في المجتمع وعلى تحسين أوضاع الأسر أيضا كذلك. اعتماد الأسرة على الرجل لحاله في ظل ظروف زي هذه أنا أعتقد أنه من الصعوبة، وأنا أعتقد أنه اقتحام المرأة، وأثبتت المرأة من 2011 حتى اليوم أنها قادرة على الإبداع، قادرة على الإنتاج، قادرة على اقتحام سوق العمل. نحن نساء تعز رغم الحرب والحاجة إلا أننا قادرات على عمل شيء يساعدنا في المعيشة. نحن في قطاع تنمية الأسرة رغم الحرب والمعاناة التي تعرض له الشعب في تعز، إلا أن نحن استمرنا في العطاء والإنتاج في مركزنا، يصنع البخور والكوافير وكذلك الخياطة والأرواب، استمر أيضا في جميع الأنشطة. توقفنا فقط سنة واحدة واستمرنا في العطاء. تنفذ اليوم مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة بالشراكة مع الجمعية اليمنية لتشجيع الإنتاج المحلي، وبالتعاون مع مركز تنمية الأسرة ومؤسسة أرقى المعرض التشجيعي للمنتجات، حيث يتم استعراض اليوم المنتجات للنساء التي تم تأهيلهن بمختلف الحرف التدريبية سواء كان في مؤسسة رسالتي أو في المؤسسات الأخرى المتعاونة. هذه المنتجات نريد إخراجها إلى السوق بطرق وآليات. لدينا أهداف اليوم من أجل هذا اللقاء التشاوري الأول، حيث نعقد اللقاء التشاوري للمنتجات تحت شعار المرأة اليمنية ودورها في التنمية المستدامة، لكي تضع لها بصمة قوية في المجتمع، لكي تكون قادرة على إخراج منتجاتها. نحن اليوم نعمل على عملية عرض بسيط لهذه المنتجات حتى يتسنى لهم أو نناشد السلطة المحلية لإيجاد سوق عمل لإخراج هذه المنتجات إلى السوق. بسم الله الرحمن الرحيم. منة الحميري صاحبة محل كوفير ونقش الندى بخورات عطورات.
بالرغم من الحرب الحاصل عندنا، بس نحاول نحن إيش ننتج ونستمر بالإنتاج. طبعا بالرغم اني طالبة بالجامعة، بس احاول نوفق ما بين الشغل وما بين الجامعة بقدر الاستطاعة. طبعا انا عضوة في سيدة الاعمال، اصنع كمان، اني طبعا رسامة سابقا، اشتغل في الكوفير وفي النقش وفي البخور والزبد، مستمر في عدة عروض بالجامعة، عرضت وهنا حاولت اشترك معهم.